احكي لي عن التجربه، وانا عارف ان انت حسب ما قلتي انك اول ما اتعرض عليكي العمل كنت لسه ما تعرفيش ايه الدور، وافقتي على طول. وافقت على طول. وبعدين انا اشتغلت مع سيفا من سنتين، وكان حلم من احلامي ان انا بس اقابلها. فلما قالوا لي احنا عايزينك في دور معاها من سنتين، انا كنت مبسوطه جدا، والدور الحمد لله كسر الدنيا. ما شاء الله. فلما عرضوا عليا السنه دي قالوا لي مع سيفا، قلت لهم على طول من غير ما اعرف ايه الجانرا، ايه القصه، مين الكاست، مين المخرج، انا بجد ما اعرفش اي حاجه. سيفا السنه دي قلت لهم يلا بينا، لان انا بحبها قوي، وهي بجد انا كل يوم بتعلم منها. فان انا اشتغل مع حد بحجمها وبتاريخها وبجمالها، ده بيخليني انا عايزه اشتغل على نفسي اكتر وابقى شاطره زيها. فانا بحبها قوي قوي قوي، وانا وهي قوي غاليه قوي عندي قوي. عندنا كلنا يعني انا محظوظه ان انا اشتغلت معاها تاني. انتوا طبعا بالنسبه لكم اول مره، فانا تاني مره. انت بتذلنا ولا ايه؟ يعني قصدك ايه بانتوا دي؟ طبعا هي عايزه تشوف لابسين اسود لسه بدري عليك كفريق لابس اسود. هي عايزه تقول لكم دي اول مره واخر مره، مش هعملها تاني. فرقه المسحراتيه. الكوميدي بقى ما كانش سهل. انا اول مره اعمل كوميدي، ما كنتش واثقه في نفسي قوي في الاول، بس بصراحه الكاست كله فعلا الهارموني دي خلتني احس انه انا ممكن اقول، انا ممكن اخد الريسك ده، اجرب اقول حاجه. فانا اتبسطت معاكم قوي، وانتوا بقيتوا عيله بالنسبه لي. شكرا. ربنا يخليكي.